في ناس كتير محبطة وتعبانة ومنهكة من نمط الحياة وسرعة وتيرة الحياة، وخاصة في بلاد الاغتراب ولا سيما في السويد. الإنسان طالع من بلده تعبان منهك هربان، حرب، نزاعات، ظروف اجتماعية قاسية، وهو بظنه أنه رايح على بلاد فيها راحة نفسية وهدوء. وللأسف بعض المواقع بتصدر مقالات بتقول أنه هذه أسعد بلاد في العالم، لذلك يصاب بإحباط إضافي لما بيوصل لبلد مثل هالبلاد، وفجأة بصير بده يتعاطى مع الميجراخونس باركت سكابت باركت فشاكرينس كاسان أسافي أربس فميرلين وهلما جرى. طبعا وأكيد ما في حلول سحرية، وخاصة أنه الإنسان ابن بيئته، وخاصة أبناء المدن الكبيرة بيكون في ستريس غير عادي، أما القرى والأرياف الصغيرة كمان بيكون في حالة من الاكتئاب الغير عادي بسبب عدم رؤية الناس وعدم المشاركة بنشاطات اجتماعية. لذلك حبيت أعطي بعض النصائح اللي ممكن تساعد الشخص على إبطاء وتيرة هذه السرعة الجنونية في الحياة، وكذلك العثور على الهدوء النفسي. قد يستغرب البعض من بساطة هذه النصائح وعفويتها وسهولتها، ولكن غايبة عن باله لأنه هو مبرمج عقله أنه هو بحاجة لتغيير جذري في حياته. ولكن دائما لما يكون الفكر أنه بده يغير تغيير جذري ما بيعرف من وين بده يبلش، بيفشل الإنسان ويبقى في مكانه. حاعطيكم بعض النصائح وبسيطة جدا، وإليكم النصيحة. النصيحة الأولى: ارتاح. نعم أنت تستحق الراحة، ارتاح، ما تضلك عم تركض 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 وراء مشاكل وهموم هذه الحياة. اختار لوقت لنفسك لكي ترتاح، قد يكون الارتياح في البيت، قد يكون في على شاطئ بحر، قد يكون في مكان هادئ، ولكن ارتاح. أعطي نفسك مجال للاسترخاء والرياحة من كل ما هو منغص عليك، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التليفون الموبايل، الرسائل، الإيميلات. ارتاح، خد لك قسط من الراحة ولو وقت قليل. الأمر الثاني: تعود أن تقول لا. ليش دائما انت بتقول ايه لكل الناس، لكل المناسبات الاجتماعية، لكل النشاطات، لكل واحد بيطلب منك شيء؟ لا، لازم تتعود انه في بعض الاوقات انه تقول لا لبعض الامور، وذلك ليعود عليك بالصحة النفسية. الامر الثالث او النصيحة الثالثة: ما تضلك عشوائي وفوضوي. ضع لنفسك اهداف، منها الأهداف القريبة ومنها الأهداف البعيدة، وبهذه الطريقة يتم تنظيم حياتك وتقليل الضغط عليك لما تكون حاطط أهداف وعارف بأي اتجاه بدك تسير. والنصيحة الرابعة: ركز على احتياجاتك. دائما أنت تركز على احتياجات الآخرين واحتياجات من حولك، وهذه مسؤولية تحملها أمر طيب، ولكن بحاجة لبعض المرات وفي بعض الأوقات أن تركز على احتياجاتك، ومنها أن تعطي لنفسك وقتا، وهذا اللي بيسموه بالسويدي إيجنتيد، يعني أنت لحالك مثلا فنجان قهوة في كافيتيريا بتحبها لحالك يا معلم، تقعد بتفكر، تقعد تفكير الإيجابي طبعا، تقعد تستمتع بطبيعة المكان، وركز على احتياجاتك. مثل ما قلنا، ما دائما انت مطلوب منك ان تركز على احتياجات الاخرين، حتى لدرجة احيانا الانسان في الدعاء بيدعي لكل الناس وبينسى حاله. والنصيحة الخامسة بدي انطلق فيها من نصيحة شخص نصحني اياها الي، التقيت فيه وهو من محبي ومتابعي هذه القناة وبوجه له تحية. قال لي: بدي اطلب منك طلب، بكل فيديوهاتك تبتسم. أنا بتابعك لأنك بتبتسم، ففعلا هذه نصيحة جوهرية. ابتسم ولو كل يوم شوي، هذه الابتسامة تنعكس عليك، تنعكس على من حولك، فابتسم. وأنا اخترت هالتيشيرت اليوم مكتوب على Everyday Smile، فعلا هي نصيحة جوهرية. تبسم في وجه الآخرين وابتسم لنفسك.